طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. القائد العام للقوات المسلحة في العراق يتعرض لمحاولة اغتيال على يد من هم تحت إمرته، فهل يعقل أن تجابها عملية الاغتيال هذه بضبط النفس كما صرح الكاظمي؟ لماذا لا يكشف الكاظمي بصراحة وأمام الشعب العراقي عن الجهة التي حاولت اغتياله؟ أليس قالة الميليشيات قبل يوم واحد فقط من محاولة اغتياله هددوا الكاظمي بشكل صريح؟ فمن غيرهم إذن الذين حاولوا اغتياله؟ وإذا كان الكاظمي يعرفهم جيدا كما صرح، فلماذا لا يلقي القبض عليهم؟ فما هي أسباب محاولة اغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي؟ وما هي تداعيات هذه المحاولة؟ كيف نفسر وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى العاصمة بغداد بعد ساعات فقط من محاولة اغتيال الكاظمي؟ ألم يعد الأمر واضحا للجميع بأن إيران هي من تمسك بخيوط اللعبة في العراق؟ لماذا ربط الكاظمي بملاحقة من حاولوا اغتياله مع من اغتالوا ضابط المخابرات العقيد نبراس فرمان قبل شهور؟ هل هي نفس الجهة التي حاولت اغتيال الكاظمي؟ ألم يشير حينها مسؤولان حكوميان لصحيفة العرب الجديد أن من اغتال معاون مدير شعبة المراقبة السرية في جهاز المخابرات العقيد نبراس فرمان هم ميليشيا حزب الله؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم بعنوان محاولة اغتيال الكاظمي الأسباب والتداعيات. محاولة اغتيال الكاظمي تكشف عن مدى اتساع الشرخ الحاصل بين شركاء العملية السياسية، وتؤكد هيمنة الميليشيات المطلقة على الدولة وقدرتها على قلب الأوضاع في أي لحظة، وخصوصا إذا حاول أي طرف السيطرة على بعض امتيازات أحزابها في البلاد. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. بخطى متسارعة يتجه شركاء العملية السياسية في العراق نحو التناحر الداخلي، يخرج الصراع من سياق التراشق الكلامي والدسائس الخفية إلى سياق الحرب العلنية. اقتتال عند بوابات المنطقة الخضراء بين الميليشيات والقوات الأمنية كان كفيلاً بتفجير الأوضاع، هدد زعماء الميليشيات وتوعد الكاظمي. الاعتداء البارح الذي حصل عليهم من حرق الخيام وأطلاق النار جريمة لن تمر بدون عقاب، وأياً الذي أصدر الأوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعاً. يا كاظمي وكل من يقف مع الكاظمي وخلف الكاظمي وأمام الكاظمي وكل من شارك في هذه الجريمة، ونحن الآن نعرفه طرداً طرداً. طالب محاسبتكم. دماء الشهداء محاكمتكم. دماء الشهداء محاكمتكم. لم تمض إلا ساعات حتى أغارت الطائرات المسيرة على منزل الكاظمي وحاولت اغتياله في مشهد أدخل الهلع في نفس الكاظمي الذي ظهر بعد محاولة الاغتيال بمظهر المتوجس الذي يستجدي من روعوه عندما دعا إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار وعدم الإسراع في اتهام أي جهة رغم قوله بأن المسيرات لا تبني وطنا، وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا. المتحدث باسم ميليشيا حزب الله أبو علي العسكري الذي هدد سابقا بقطع أذن الكاظمي علق على محاولة الاغتيال ساخرا أنه لا أحد مستعد لخسارة طائرة مسيرة لقتل الكاظمي، وأن هناك طرقا أخرى أقل تكلفة لإنجاز هذه المهمة. فالعسكري يرى شأن الكاظمي أصغر من تكلفة الطائرة، وبالطبع الميليشيات أعلم بمكانة وقيمة من تنصبه على رأس الحكومة، فالتصعيد بالمجمل موجه إلى خصمهم وشريكهم في نفس الوقت مقتدى الصدر. محاولة اغتيال الكاظمي رسالة تأديب من الميليشيات لكل من يحاول إقصائها،
وكذلك هي عبرة للمتوهمين بإمكانية التغيير عبر العملية السياسية، فأهم منصب حكومي بات اقتلاعه متاحاً عبر طائرة مسيرة. نعم، شاهدنا هذا التقرير ومعنا اتصال محمد من بغداد. محمد، برأيك ما هي أسباب محاولة اغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي؟ محمد تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. محمد تسمعني؟ أرجو أن أوضح هاي الشغلة للشعب العراقي. نعم أستاذ، كان أكو اتفاق إيراني أمريكي. نعم، كان أكو اتفاق إيراني أمريكي قبل الاحتلال. كان أكو اتفاق إيراني أمريكي قبل الاحتلال أستاذ، ما على الأرض للإيرانيين، واللي جوا الأرض الأمريكا، يعني النفط الأمريكا، وما على الأرض للإيرانيين، يعني من دمار من قتل. يعني هاي الميليشيات راح تقوم بالعراق اللي هي تابعة لقيس القزعلي وللعامري وكل العملية السياسية اللي جت بالعراق. زين، أوضحها للشعب العراقي، ما على الأرض إلى إيران، يعني إيران الدمرة، من بنى تحتية، من أطياف الشعب العراقي، سواء مسيحي هجروا خارج العراق، سني يقتلوا، شيعي يقتلوا، ما على الأرض الإلمان الإيران، يعني إيران الدمرة. كان أكو اتفاق إيراني أمريكي قبل الاحتلال، ما على الأرض. تمام، وصلت الفكرة. ما على الأرض. نعم، الإيران يعني إيران الدمرة. نعم، واللي تحت الأرض الأمريكا، النفط يبقى الأمريكا، وهاي العملية السياسية عملية فاشلة. اسمعني الشعب العراقي، هاي العملية السياسية عملية فاشلة، وإذا نبقى هيجي اليوم اعتدى على جماعة منكم بالرطبة، زين، اعتدى على جماعة بديالة، اعتدى على جماعة بالأنبار، يعني قتل، ما افتهمنا، هاي العملية السياسية قتل، دمار العراق. زين، زين محمد، ما هي أسباب محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي برأيك أنت كمواطن عراقي؟ شنو اللي يدفع عناصر من المفترض بأنهم هم تحت أمرة هم تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، يطيرون عليه 3 مسيرات ويقصفون بصواريخ قائدهم يحاولون يقتالونه. شنو هي الأسباب؟ هل الأسباب على مود نتائج الانتخابات؟ لو شنو؟ محمد تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع محمد من بغداد. مرتضى من الموصل، مرتضى نفس التساؤل، ما هي الأسباب التي دفعت هذه الميليشيات لمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي؟ استاذ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك استاذ. هذه الأسباب اغتيال الكاظمي هو أن احنا بنهاية السنة، مو صحيح؟ شلون؟ نحن بنهاية السنة، مو صحيح؟ نعم، احنا بنهاية السنة. نعم، اخوش ماكو كان اتفاق ان امريكان راح يطلعوا من العراق نهاية السنة؟ ليه؟ وقاموا طلعوا هذا الفيلم هندي حتى شنو يذبوه براس الحج الشعب المقدس. هم نهاية السنة على اساس راح يطلعون امريكان من العراق. قاموا سووا هذا الشيء، قاموا بس خليني اكمل كلامي. نعم، قاموا سووا هذا الشيء حتى شنو؟ العراق يحتاج الى امريكان يكون في العراق. العراق يحتاج امريكان يكون في العراق. يعني انت تبرئ ساحة الميليشيات؟ عمي اول شيء ما اسمح لك تقول الميليشيات، هذول اللي حرروا مناطقنا. لا لا لا، لا تسمح لي ما تسمح لي، هاي مو بكيفك. لا لا، هي ميليشيات، هي مو بكيفك. عرف لي شنو الميليشيات اذا انت تفهم تعرف بيها، عرف لي شنو كلمه الميليشيا.
عرف لي اياها. عرف لي اياها. المقدس هم لا لا ميليشيات. لا انا دا احكي على الميليشيات، دا احكي على الميليشيات اللي هي موجوده قبل الحشد. هم مو ميليشيات، قبل الحشد موجوده العراق. الميليشيات هم عراقيين. عرف لي الميليشيات تاخذ ياخذون اوامرهم من ايران. عرف لي. لا لا انت العراقي مبين، مبين ما شاء الله عليك. لا انت العراقي، انت العراقي، انت العراقي اللي تاخذ اوامرك من خامنئي، تاخذ اوامرك من خامنئي. انت العراقي، بس انت العراقيين. خامنئي مرجع، شفت؟ اي مرجعك انت، مو مرجع العراقيين. لا 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 تاج راسك انت، مو تاج راسنا. خامنئي تاج راسك، مو تاج راسنا ولا مرجعنا. تفضل روح شوف لك غير بلد. روح لإيران يا أخي، روح لإيران، اذهب إلى إيران وتمتع بالمرجعية مالتك حتى ترتاح هواية هناك. يعني يطلعون قادة الميليشيات ويهددون مصطفى الكاظمي صراحة، ويطلقون الصواريخ والطائرات، وبعدين يقول لك لا هاي فيك يا أمريكية. ويا من تحكي ويا من السوليف. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. ما هي اسباب محاوله اغتيال مصطفى الكاظمي؟ بالنسبه للاسباب متعدده. لا. اول شغله يريدون يسوون هذا يعتبر مثل الانقلاب في سبيل لو صايره وفاه الكاظمي، واللي هو جزء من السرب هذا اللي دمر العراق طبعا. نعم. يعني مو رجال وطني حتى في سبيل واحد يدافع عنه، في سبيل يشكلون حكومة طوارئ يرأسها المالكي، ويظل يسيطر هاي الميليشيات الحشد، يظل مسيطر على دفة الحكم، لأن هم انسحب البساط من جواهم بالانتخابات هاي المزورة، وما قدروا يحصلون على الكتلة الأكبر. يعني شغلة الانتخابات واحد، وشغلة المصطفى الكاظمي خوفه من مصطفى الكاظمي لأن أمريكي لن ينقلب عليهم. وشغلة اكو شغلة اسباب عدة، يعني مثلا عندك هاي المناطق اللي نهر الامام اللي تم تهجير الناس وتم قتل الناس وتم حرق منازلهم وتهجيرهم. يعني هم يريدوا يسوون تغطية اعلامية في سبيل فتح مشكلة جديدة للميليشيات الولائية اللي هي وراء هذه الطائرات المسيرة. صار غض النظر عن الجرائم اللي حصلت في ديالة، هذا هم سبب من الأسباب. الطائرات المسيرة احنا نعرف من يمتلكها، يمتلكوها الحشد ويمتلكوها الحوثيين، وشفنا احنا تجربة الحوثيين من أطلقوا من الطائرات المسيرة باتجاه السعودية وضربهم عدة منشآت وعدة مناطق مدنية. إذا هذا الأسلوب الميليشياوي اللي يتخذون الحشد ويتخذون الحوثيين كله بدعم من إيران، مين جتهم هاي الطائرات المسيرة؟ احنا ما عندنا حتى داعش الإرهابي ما يمتلك هذا السلاح، طائرة مسيرة يضرب بها أهداف، لو عندهم هيك إمكانية كان ضربهم هواي أهداف عندهم. زين هو الكاظمي، الكاظمي هو رئيس المفوضية مع الانتخابات، لو هو اللي خسر هذه الميليشيات اللي هي نسبة المشاركة كانت جدا ضعيفة، يعني 12 أو 15%. زين ليش يستهدفون الشخص الكاظمي؟ هل لأنه سكت أكثر من مرة على يعني اغتيال ضباط في جهاز المخابرات، اغتيال نشطاء، اغتيال محللين؟ استاذ عمر، مصطفى الكاظمي كان يرأس جهاز المخابرات وعنده نعم. عدة معلومات وعنده كل يعرف الاغتيالات هاي اللي صارت بالناشطين 26 اللي عددهم أكثر من 1000، الخطف والقتل. مصطفى الكاظمي وجماعته بالجهاز المخابرات يعرفون من وراء هاي الاغتيالات، وراها هو الحشد، هيئة الحشد، حزب الله والخرساني والنجباء والعصائب وبدر والسرايا، هم كلهم وراء، والقبعات الزرق كانوا من السرايا بوقتها، هم كلهم بالضد من تشرين. فمصطفى الكاظمي عند المعلومات والإثباتات، وبارحة من طلع سوى لقاء مؤتمر مع الخلية حتى قال احنا نعرف الجهة اللي يعني سوت هذه الطائرات المسيرة. اذا عندك معلومات ليش ما هو هذا من ضمن التساؤلات، ليش هو ما يعلن عن هذه الجهة بشكل سريع؟ قال نعرف، هو قال نعرفها. عندهم تخوف من ان تصير حرب شيعية شيعية، وكل القرارات يعني ما معقولة، يعني ما معقولة انه هذه الجهة أو تلك تمثل الشيعة في العراق، هي مجموعة تأتمر بأوامر إيران. ما معقول أنه قائد العام القوات المسلحة وعنده جيش وعنده شرطة وعنده مخابرات واستخبارات، يعني ذولا راح يأثرون، وعد هذا الدعم دعم داخلي من قبل زعامات كثيرة في العراق، وعنده دعم إقليمي ودولي. هل يعقل بأنهم هؤلاء راح يأثرون على 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 وضع العراق الحالي بهذا الشكل؟ زين شنو الحل؟ إذا يومية إذا وصلوا إلى رأس الهرم شو بقى لعد؟
بالطبع هم رادهم رسالة، رادهم يسووها ورادهم يسوون فتشي إن يقتلون المصطفى الكاظمي. البديل منه لازم تشكل حكومة طوارئ. الحكومة الطوارئ منه هو الحشد المهيمن على كل الأجهزة الأمنية، والدليل مخترق الجيش ومخترق الداخلية ومخترق الأجهزة الأمنية. يعني شون عرفهم هذا بيت مصطفى الكاظمي، وشون عرفهم هذا التوقيت هو موجود داخل البيت؟ إذا عندهم معلومات، الحشد الميليشياوي يمتلك معلومات يعني قوية، لأن مخترق كل أجهزة الدولة وهو فوق القانون. وشفت احنا العزاء اللي صار في باب المنطقة الخضراء، من وجه اجى فائق زيدان وجمع كل السياسيين اللي جمع اخذهم تعزية، لكن احنا من ثوار تشرين صار عندهم شهداء اكثر من 1000، ما حد زارهم لا عمائم ولا سياسيين سنة ولا سياسيين شيعة، ولا فائق زيدان راح عز الناس ولا حتى نزلهم بيان يساندون عوائل الشهداء ثوار تشرين. اذا الموضوع هو على كراسي الحكم، سواء المقاعد الانتخابية أو منصب رئيس الوزراء، واللي هم يعرفون أن القاعدة الجماهيرية للحشد بدأت تقل. يعني عرفنا احنا هسه كعراقيين سنة وشيعة، عرفنا الطرف الثالث منه. الطرف الثالث هو منطوي تحت راية الحشد، الحشد الميليشياوي اللي مدعوم من قبل إيران. والدليل هاي الخروقات الأمنية اللي هي تمس أمن الدولة وسيادة الدولة، ما خلهم دولة. يعني اللي يجي يضرب بيت رئيس الوزراء هذا ما يهم أرواح الناس وغيرها، من يضربون بالسفارة في الصباح. أبقى معنا، أرجع لك. عبد الرحيم من النجف، تفضل عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو أسباب اللي تدفع ميليشيا جماعة أفراد بمحاولة اغتيال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم؟ شنو الأسباب برأيك؟ أخوي عندما يقضون على القائد العام للقوات المسلحة. نعم عبد الرحيم، انقطع الاتصال. أبو سمية من الأنبار، تفضل أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش الكاظمي ما يكشف؟ قال أنا أعرف اللي حاولوا يختالوه، قال أعرفهم. ليش ما يكشفهم بصراحة بالاسم، يكشفهم أمام الشعب، يقول ذول الجهة اللي حاولوا اغتيالي؟ شنو المانع؟ يا أستاذ الكريم، أصبحت اللعبة واضحة. الذي يحكم العراق الآن ذراع إيران المتمثل بالحشد والكاظمية. قد يتكلم عن جهة مجرمة من منطقة معينة أو من أفراد معينين، أما أن يتكلم عن الحشد وإجرامهم وإرهابهم فهذا خط أحمر بالنسبة للكاظمية. والذي يظهر للناس والذي يظهر للعالم أن الذي يتحكم بقرارات العراق الأساسية والرئيسية هم الذراع الإيراني في العراق وهم الحشد. اغتيال محاولة اغتيال الكاظمي هي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات، وهي رسالة لكل عضو الحكومة ولكل عراقي. سووا انتخابات، كان هم أخذوا الحكم، سووا، قال لك خلاص الحكم أنه ما أكون انتخابات، ولا إحنا نؤمن أصلا هم ما عندهم بأبجدياتهم أو فكرهم أكو شيء اسمه ديمقراطية وصناديق اقتراع. عليه سووا صناديق اقتراع وخسر العراق مليارات من الدولارات حتى يسوي هالانتخابات اللي ما راح بيها ال أتباعهم، يعني فئة قليلة. كان من البداية قال لك هاي إنه وخلص. يا سيد الكريم، الانتخابات هي مجرد غطاء. الانتخابات هي مجرد غطاء. إن نجحت ونجحوا في الانتخابات وأخذوا مناصب عالية صارت انتخابات نزيهة وديمقراطية. ديمقراطية فعليكم أن تتبعوا، لكنهم قد وضعوا حلا احتياطيا آخر وهي القوة. فالميليشيات الحشداوية الصفوية الإيرانية قد جهزت خيارين. الخيار الأول هو العملية السياسية الانتخابية المزيفة، إن نجحت لم تنجح سيأتون بالخيار الثاني، وهذا ما فضحهم أمام الناس. والآن بعملهم هذا هم يقولون للعالم ويقولون للعراق أن مسألة الديمقراطية أصبحت لعبة وكذبة، وعليكم أن لا تصدقوا بها من الآن فصاعدا. الديمقراطية في العراق كذبة منذ 2003، لكنها الآن كذبت الديمقراطية وفضحها وقال بأنها لعبة. من
هم أتباع العملية السياسية. نعم أبو سمر. فلا ديمقراطية، لا ديمقراطية في العراق ولا حرية ولا حقوق، إنما بلد تحكمه العصابات. نعم. والميليشيات الإجرامية ولا خير فيها. نعم. أنا أشكرك أبو سمية من الأنبار كان معنا. أرجع إليك صباح بدقيقة، يعني هذا العامري قال لن تمر حادثة مقتل متظاهرين من أتباعهم أمام المنطقة الخضراء كما قالوا، قال لن تمر دون عقاب. الخزعلي هدد بصراحة وقال الكاظمي وكل من يقف معه كذلك هدده. أبو علي العسكري قال يعني ما حد مستعد لخسارة طائرة مسيرة لاغتيال مصطفى الكاظمي، يقول هناك طرق أقل تكلفة لاغتيال مصطفى الكاظمي، ويطلع لك واحد يدافع عن هذه الميليشيات ويقول لك لا هي مو هم، هاي لعبة أمريكية. زين اللي يضرب القواعد الأمريكية قبل أشهر ويضرب المنطقة الخضراء هم، وتوقع طبعا بروس الأبرياء، هم الأمريكان دي يسووها؟ استاذ عمر هو بتهديدهم قيس الخزعلي بالليل هدد مصطفى الكاظمي رسميا. نعم. ومسجله ومصوره صوره وصوت ونزلت على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره عامه، هدد وياها اعترف اعتراف رسمي بان كل القواعد الامريكيه هو اللي ضربوها سابقا، يعني من صارت أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني مقتلهم هدد، احنا قال ضربنا كل القواعد الأمريكية. اذا اللي عنده صواريخ كاتيوشا ويضرب بالقواعد الأمريكية ويضرب بالسفارة هو ايضا وراء هذا التهديد اللي صار من هادي العامري وقيس الخزعلي، هددهم بالليل الفجر ساعة 5 الا ضربا مصطفى الكاظم. اذا هم اللي يمتلكون هاي القوة وهاي السلاح، فامريكا المحتلة قدرت ان تشق الصف الموجود بين حشد ولائي وبين مصطفى الكاظمي ومقتدى الصدر، وهاي الانتخابات المزورة واللي أمريكا إلها ضلع وكل الأطراف الدولية إلها ضلع بهاي التزويرة، مثل إيران ومثل أمريكا كان لهم تدخل واضح بهذه التزوير. أما كمجتمعنا العراقي إحنا الأغلبية ما راح تنتخبت. أنا أشكرك صباح من بغداد كان معنا محمد من بغداد. محمد تفضل أخي محمد. استاذ كل الانتخابات اللي مضت من 2003 نعم لحد الان هي نقول عمليه سياسيه، زين، وهذا البرلمان اللي هو برلمان حطته امريكا زين وايران زين. فاستاذ هنا المساله الموضوع الاعتداء على الكاظمي يأشر بأن ماكو حكومة بهذا البلد ولا أكو قانون بهذا البلد، يعني أمريكا وإيران، أمريكا وإيران هي الكل بالكلية، يعني تضرب سنة تضرب الشيعة تضرب الأطياف الشعب العراقي، يعني هاي رسالة لأخواننا بالجنوب، يا أخوان اتركوا هاي مسألة السلاح وتضاربون بيناتكم، هاي نقطة ضعف عليكم، يريد ينهوكم، والله يريد ينهون العراق، يريد ينهون الشعب العراقي، يريد يعني مخطط إيراني أمريكي، وإحنا لم نظل بهاي السوالف ونظل ماشيين وراهم، دولة ما راح يسوونا ولا يوصلنا البر الأمان، دولة راح تقتل سجون الناس الجيل، يعني هاي ما تفكرون بيهم، هاي العوائل الناس، هاي الأيتام، هاي العرامل، هاي الشعب المنتهي، لا صحة لا تعليم، يعني احنا يعني يجني بكالوريوس ما متعين، ناس واصلة ما اخذ دكتورة وما متعينة، زين يا با شنو الموضوع، ليش متعينوهم دولة، ليش متعينوهم؟ انا بدي اجني بكالوريوس. اسماعيل قاني دولة. نعم اسماعيل قاني، ليش اجى بعد ساعات بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي اجى الى بغداد؟ نعم استاذ هي هاي كل التدابير وكل الارهاب هو من الايرانيين، كل الموضعيه هاي اللي بكل العراق، كل العراق اي وضعيه اي قتل اي اختطاف اي ضرب رئيس وزراء، لعب رئيس وزراء اللي هو يمثل العراق كله، يقول كان عندنا الشعار قبل الله الله الوطن، يعني هذا يعني الولاء لله سبحانه وتعالى وللوطن وللشعب، زين يعني اكبر واحد بالدوله ضربوه
عمي ناس ناس طائفيه، ناس تنفذ لايران، تنفيذ مخططات ايرانيه. يعني احنا ليش نقسم ارواحنا؟ يعني وضحت هسه للشعب العراقي جاي يخططون، ايران تخطط. يعني العمليه السياسيه بالعراق برلمان حكومه كلها ايران، ماكو لا جيش ولا قانون ولا كل شيء بالعراق، ولا كو قضاء بالعراق. اكثر شيء بالعراق هو القضاء، اكثر شيء بالعراق هو القضاء، ماكو عم ما يخافون، ما يخافون يلعبون بكيفهم. يعني بلد مال نخلصهم نقول. زين فهنا المصيبه، هنا ما اليوم يقتلون السنه، باكر يقتلون الشيعه، باكر يقتلون المسيح. هم ما يريدون، يريدون شكوا على العرب هي سكت لايران. نعم انا اشكرك محمد من بغداد كان معنا. ياسر من البصره. ياسر حبيبي تاج راسي، اهلا وسهلا، يا اهلا بك. اذا القائد العام للقوات المسلحه يتعرض الى محاوله اغتيال، شلون بحال المواطن العراقي المسكين؟ انا خادم، بس من اللي يقول لك القائد العام للقوات المسلحه يعني تعرض الى اغتيال؟ يجوز نفس القائد العام العراقي الضرب، يعني مؤامره مكيده، اضرب بيت على مود استخدم او احصل على ثاني يحصل على رئيس وزراء، على رئيس وزراء دور ثاني. ها هاي اولا هاي اولا. اثنين، احنا اليوم كدعيات الحشد الشعبي، الحشد الشعبي، الحشد الشعبي، الحشد الشعبي بلا طائفيه، اليوم كثائبي كسني كشيعي كمسيحي، اليوم كعراقي، الكل عراقيين بدون استثناء. اسمعني، اسمعك، انا اسمعك، اسمعك. نعم بدون استثناء الكل عراقيين، ما كنت تفرق بين هذا وهذا. اليوم سماحة الامين قيس الخزعلي عنده مكاتب باربيل، بسليمانية، بالانبار، بالموصل، يعني ماكو السابئي موجود، الشبكي موجود. ليش هاي اليوم بس سماع قيس الخزعلي الصوت صايحة عليه؟ شنو زين مو طلع وهدد الكاظمي؟ سمعت المقطع لو ما سمعته؟ خوش انا بخدمتك هسه اليوم. لا انا لا طالع بمظاهرة سلمية، ماشي انا خادم، بس اسمع، انا طالع مو هدد الكاظمي صراحة، وقال كل من يقف معه امامه خلفه معه، وطلع هذا العامري وهدد وقال لن تمر هذه الحادثة دون عقاب. شو من ماتوا، شو من استشهدوا 800 عراقي بثورة تشرين، شو ما طلعوا ذولا وقالوا يا بذولا الدم عراقي. اغاتي الله يساعدك، الله يساعدك، تفضل. شوف احنا من 2003 لهي الساعة تقل شبابنا، تنزف الدماء، من اللي طلع؟ تفضل. اللي طلع منه حاشينيا؟ لا انت احكي لي، انا هنا انا اسالك، انت جاوب، انت سولف لي، انا خادم، سولف لي اللي عندك. نعم من خادم ربك، من داعش للموصل للانبار، من اللي طلع؟ طلع ولد الجنوب. هسه العالم تصيح عليهم ذيول. انت ليش تخبط ما بين الحشد وما بين الميليشيات المشكله قبل الحشد؟ اعطيني مجال. لا 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 اعطيني مجال. لا انا عندي موضوع حلقه وعندي، اسمعني بس، اسمعني، اعطيني مجال، بس خلينا دخلني اسالك، دخلني اسالك، خليني اسالك، خليني اسالك. الميليشيات بدر، العصائب، غيرها وغيرها، ذني قبل الحشد، قبل داعش، قبل داعش دول موجودين. هل يعقل اليوم قيس الخزعلي ياخذ اوامره من مصطفى الكاظمي؟ انت جاوبني، خلصت بذمه وضمير. هل خلصت الخزعلي اللي جاي قبل الكاظمي، قبل ما يصير الكاظمي، من كان بعده صحفي، هو زعيم لهذه الميليشيا، اليوم هو وهذا العامر وغيره وغيره ياخذون اوامرهم من مصطفى الكاظمي؟ من تقنع، من تقنع من العراقيين يقول لك اي والله صحيح ياخذ اوامره من القائد العام للقوات المسلحه؟ جاوبني، جاوبني، خلصت، جاوبني، انا ما قاعد بمضيف، انا قاعد هسه اسالك، جاوبني بسرعه.
جاوبني دايركت يلا اي تفضل. اسمعني اسمعني شوف راح اقول لك فالشغله. من 2003 من دخلت فصائل المقاومه. شو وقت صارت فصائل المقاومه؟ بال 2006. اي وين كان الخزعلي وين كان؟ وين كان؟ كان بالعراق. وين كان؟ اي وين ويا من كان؟ كان ويا التيار الصدر صح؟ ويا سيد ويا سيد تمام سيد محمد محمد صادق قدس الصدر قدس الله الجنه. هاي قبل 2003. هاي قبل 2003 هسه رجال احتقق رجال قبل 2003 ماشي رجال. مو انت هسه قلت من العام 2003 ما انت هسه رجعت على قبل 2003 كان ويا التيار الصدري ويا مقتدى الصدر. ليش عاف السيد مقتدى الصدر؟ جاوب لي عليها. لا حجي اليوم احنا شوف اقول لك احنا الكل انت دعت تفتار وتروح وتجي. انا سالتك سؤال سالتك سؤال انا ما جاي بهاي الحلقه دارخ. انا اشكرك اشكرك اخي. هاي الحلقه كلها على بعضها ما بيها 50 دقيقه فانا ما جاي اسوي تاريخ ودا اسوي افلام وثائقيه عن الفصيل فلان والميليشيا الفلاني. عندنا موضوع على ليش شنو اسباب اغتيال مصطفى الكاظمي. عندك راي تفضل. تريد تمجد بميليشيا طلع زعيمها وهدد صراحه مصطفى الكاظمي وضرب على رقبته ووراها بساعات طارت طيارات مسيره لاغتيال مصطفى الكاظمي. هسه هاي بلاتيقه جديده يقول لك لا مصطفى الكاظمي هو مسويها هو يريد يقتل نفسه ويقتل عائلته. احكي لي بهذا الموضوع لا تروح لي منا ومنا. نعم معنا اتصال من الناصرية. أبو عمر تفضل. أبو عمر أبو عمر إذا تسمع. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. يا هلا بيك. شوك عم أهلا بيك. يا هلا بيك. تفضل تفضل. أنا أشكر كاتب الرافدين دائما سباقة بالحدث عمي. شلونك بوي؟ حياك الله. يا هلا بيك. بالنسبة طبعا اغتيال رئيس وزراء. نعم دول حبيب دول عمي دول إيرانيين دول جرثومة دول جرثومة طبعا دول إيران وأمريكا ما خلى شيء علينا لا دول ذيولة. هو شنو هو الكاظمي على أساس هو شنو ما يعرفهم بس ليش جبال ما تحكي ليش ما تحكي تقول فلان وفلان هم معروفين هم حبيب المالكي قيس الخزعلي البياض قالوا لا كلهم ذولا هم ذولا مشتركين بعملية اغتيال الكاظمي. شنو الكاظمي ليش ليش ما تحكي ليش تخاف؟ انت مو رئيس وزراء؟ انت مو تقول الساحل من فلس لازم يصير بيد الدولة؟ هاي يا دولة لازم احنا ما عندنا دولة. بالساعة جاي عقب على حدث واحد من ساعة يقول لك الحشد حررك. عيب عليك الحشد حررك. عيب عليك ايران حررك. ايران عمرها ما سوت شيء من العراق. كلهم ذولا وكلهم عصابات خيالات وقتل ودمار. سووا بدياره سووا بالرمادي سووا بجرب الصخر ما خلوا شيء علينا حبيبي ما خلوا شيء. دول عم عصابات دول دول مخربين دول دمار يعني دمار الشعب العراقي هذا جو العالم جو العالم كل شيء سووه دول. يا عمر اسمعني عمي اسمعك يا عمي شيل على الساس على دافع بيهم انت من الموسم دافع بيهم اللي دول الجرسوم دافع بيهم دول على اساس دافع بيهم دول سووا بينا سووا بشعبنا حبيبي سووا بشعبنا. انا هسه بالناصية كم مره طلعت هاي المؤمنات ثورة تشرين قال قد راح الشهداء قد راح الجرحى يلا لا وذاك اليوم يقول انا شايف من رحم من رحم التشرينيين يلا لا سوى لهم كل شيء ما سوى لهم هو يلا لا ذبحوهم ولحد الان يلاحقون بيهم قالوا لا جاي يختالون بهم عم عمر الله شاهد جاي يختالون بهم بالناصية بس الناصية تبقى شوكة بعيون الذيول دول الذيول دول العفو عمي دول الذيول ذيول إيران دول نفسيين والكاظمي أنت جبال منا جاي حكي قال من الناصية جاي حكي أنت جبال أنت تعرفهم قالوا لا تعرفهم كيف تعرفهم أنت شنو ما تظن شنو دول أنت غرك وزراء انت وين قاعد يعني ما ادري وين قاعد يجي يودوا طيارات مسيره هاي من جايب لي طيارات مسيره غير من ايران يا عمار. انا اشكرك ابو عمر من الناصريه كان معنا ابو علي من ابو غريب. تفضل ابو علي. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي تداعيات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟ شنو تداعياتها على المشهد في العراق إذا رأس هرم السلطة يتعرض إلى محاولة اغتيال؟ شنو انعكاساتها؟ هاي صحيح، هاي صحيح، والعالم كله دانت الهجوم على مصطفى الكاظمي. العالم كله. بس أنا أقول لك حكاية واحدة، القطار يسير والكلاب تنبح، القطار يسير والكلاب تنبح. عمي صارت تعض وين بس تنبح، يعني إذا بما معنى المثل وليس الأمثال تضرب ولا تقاس، يعني مسيرات ومحاولة اغتيالات وبل اغتيالات. هو مني حكي ليش هو من طلع ماشي، هو ليش على الميليشيات، ليش من حكاك على الميليشيات؟ نعم هو من طلع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اليوم قال احنا نعرفهم، قال احنا نعرفهم، ليش ما يقول يابا ذول الجماعة اللي حاولوا اغتيالي؟ ليش ما يقول اسمهم؟ لا انت بس خلينا احكيك حكاية، خلي طب على هاي المنصور، هاي المشتل كلها ميليشيات، لحد الآن ميليشيات ماخذين بيوت مال السنة. أنا أحكي لك صدق، أنا ما أجيب هالسنة، بس أنا أقول لك أكو ناس يمنا أبو غريب عايشين بيوتهم بالمشتل من وراء الميليشيات. ما حد يقدر يطب المشتل، ما حد يقدر يطب المشتل، أكثر بيوت السنة ماخذينها الميليشيات، واللي يطب للمشتل ها ها ينبشون أبي بس يطبوا المشتل. أنا حكيك حكاية، هذا الحاجات على الميليشيات، وليه حتى الآن الميليشيات موجودة بالمشتل. أي واحد أبو علي من أبو غريب أشكرك وعذر عن المقاطعة لأن وقتنا ضيق وعندنا اتصالات. أبو ياسين من بغداد. أبو ياسين حياك الله يا أهلا بك. ليش الكاظم اليوم يا أهلا بك ربط بملاحقة من حاولوا اغتياله وبمن اغتالوا عقيد في المخابرات قبل أشهر يدعى نبراس فرمان؟ أخي أولا هو الكاظم يعرف من اللي ضربه، أولا اللي أكد هاي الضربة هم شياطين الغرب اللي هم أمريكا، أمرة القيادات الإيرانية أهل العمائم، وأهل العمائم أمرة القيادات، قيادات الميليشيات بالعراق، هي أمريكا مو هدفها المالكي، هي والقيادات الكاظمي هدفهم تقصد. أنه نعم مو هدفهم الكاظمي العفو يموت أو ما يموت، هدفهم تأخير تقدم العراق على مود يسوون الفوضى، يريدون الفوضى الظلم بالعراق، هي هاي هدف أمريكا، فهم مو هدفهم الكاظمي. الكاظمي يقول لك خلي روحي، بس هدفهم انه الشعب العراقي يظل مخبوط. وشيء ثاني، يعني احنا طبعا احنا هاي قناة الرافدين قناة وطنية، واحنا المتصلين وطنيين، احنا دافع عن العراق وشعب العراق الوطني، وليس اكو شعب يسموه شعب وهم جاي دافعون لإيران مثل هذا. انت جاي تدافع الخامنئي، مو انت تقول ابن الموصل، الخامنئي مفلس الموصل، مفلس الأنبار، مهدم مستقبلك ومستقبل آبائك وأجدادك ومستقبل أولادك، أنتوا ليش تدافعون؟ أنت إذا تدافعون للخامنئي أخي روح هناك لإيران، أنت إيش عندك جاي تاكل وتشرب هذا البلد وتذمه؟ يعني مثل السمك ما أكون مذموم، أنت إيش عندكم أنتوا يا نايمين؟ مو بيكم العراق تهدم. فأخي أنا ما أحسب على الخامنئي وغيره، أنا أكتب على دول الحشد اللي لابسين بالجيش المهدي، أنا أكتب عليكم أنتوا مو جوعنا عراقيين، مو بيكم هدموا البلد، بيكم فلسوا المحافظات، بيكم ضربوا هاي مال المقدادية، يقولون داعش، أي داعش؟ هو أنتوا داعش، أنتوا داعش اللي دمرتوا لي البلد. يا أخي أنا ما شفت الداعش، أنا ما شفت الداعش، جاي أشوف ميليشيات هدمت الأنبار والموصل وديالة وجرف الصخر ودمروا الجنوب ودمروا بغداد، وينها داعش؟ مو أنتوا داعش، أنتوا جاي تقنعون الناس الأغبياء وليس الناس الوطنيين. ما هي تداعيات محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي على المشهد العراقي برأيك؟
نعم. ما هي تداعيات هذه المحاولة، محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي على المشهد العراقي؟ يعني تقصد العراق مصطفى شوية قطع، يعني تقصد العراقيين تداعيات هذه المحاولة، محاولة الاغتيال على المشهد في العراق، على المشهد السياسي، هل راح يقعدون اليوم؟ اجى تسمعني ابو ياسين؟ انقطع اتصال مع ابو ياسين من بغداد. طبعا رئيس الحكومه الحاليه مصطفى الكاظمي قال بان حكومته تعرف منفذي محاوله اغتياله، وقال سيقوم بملاحقتهم في وقت اكد فيه مراقبون بان سلاح الميليشيات دخل بقوه في الصراع بين شركاء العمليه السياسيه على المناصب. معنا اتصال ابو سلمان من البصره، تفضل ابو سلمان. مرحبا اخوي، اهلا بك. ما هي تداعيات محاوله اغتيال الكاظمي على المشهد السياسي في العراق؟ والله الاحزاب هاي دايره ضد العراق. شلون الاحزاب؟ واضحه الاحزاب. نص التلفزيون للاخير ابو سلمان. نص التلفزيون للاخير، وتفضل احكي. لا انا بعدت عني هاي الاحزاب. اي الاحزاب ما هاي بعد معروفه هي الاحزاب. اي هي ما تريد الخير، وبعض الجماعه الطعنون بامريكا، امريكا دوله اجت من اجل نظام وراحت امريكا، احنا خلف امريكا شنو؟ امريكا ما لها تدخل بالعالم. امريكا تدخلها اي واحد يمشي ضد البشريه، احتلال الكويت، الاعتداء على الإنسانية، ظهر دولة كبرى ما كل واحد ما يحكيها، بس أكو أحزاب دنيا يقتل. هاي محاولة اغتيال كاظم. ماذا نفتهم عليك؟ لأن أنت معلي صور التلفزيون أبو سلمان. ذل التلفزيون، ذل حزلي. أنا أشكرك أبو سلمان من البصرة لأن الصوت دا يرجع علينا. معنا أبو عراق من الفلوجة، تفضل أبو عراق. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى بغداد، وقعد ويا زعامات الميليشيات واجتمع. برأيك تداعيات محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي لو إسماعيل قاني إجا وقنع الكل وراضاهم، رأيك؟ أستاذ عمر، هو جيت منك على شنو؟ خاف تصير ضجة على ولده هنا، عنده ولد هو اللي شاتها، مو ولده كليتهم. خاف تصير ضجة عليهم، قال لهم دير بالكم ترى خط احمر. احنا والله يا استاذ عمر حتى اجيك للاخير وما تعبك ولا تعب نفسي، والله العظيم العيب لا بالميليشيات ولا بالحكم، العيب بالشعب. بعد الشعب كافي ما كافي عاد، يعني الى متى تصبر على الفساد هذا، على المسرحيات اللي جاي يسوونها؟ ما كافى عاد الشعب، اصحى. وكل ساعه يطلع لك واحد ولا الايران ولا الامريكا، عمي ما كافى عاد. يريد لنا واحد ولا هذا الوطن اللي عاش بيه وتربى بيه، ماكو. يا هالتلزمه هان الايران، هان الامريكا، دنا على ابو ايران لابو امريكا لابو كل من عنده ولاء غير عراق. ما كافي عاد، ما كافي يا شعب، اصحى اصحى. خلي دائما ذاكرتك ثورة العشرين، ما بيها لا سني لا شيعي، لا قامت كليتك. كافي يا شعب. أنا من خلال منبركم أناشد الشعب العراقي بس. أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة كان معنا. إذا كشف التلفزيون الإيراني عن وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة قبل أن يعود إلى إيران عقب انتهائه من سلسلة لقاءات أجراها مع شخصيات مقربة من طهران. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع بأن قاني عقد فور وصوله إلى بغداد بعد منتصف الليل اجتماعا مع زعماء الميليشيات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وتأتي الزيارة بعد يوم من تعرض الكاظمي لمحاولة اغتيال بعد استهداف منزله بطائرات مسيرة، فيما لا زالت القوات الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى وسط انتشار كثيف للقوات الخاصة في محيط المنطقة الخضراء والأحياء المجاورة لها. طبعا وكالت أو أوردت مصادر صحفية معلومات عن تحدثت عن نتائج التحقيقات الأولية لمحاولة اغتيال الكاظمي، وقالت بأن خبراء
كشف المتفجرات وجدوا بأن الصواريخ والطائرات التي استهدفت منزل الكاظمي هي ذاتها التي هي ذاتها التي كانت تستخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية. وكالة رويترز قالت بأن ميليشيات موالية لطهران استخدمت مسيرات ومتفجرات إيرانية خلال الهجوم على منزل الكاظمي. الجارديان البريطانية قالت بأن الهجوم بطائرة مسيرة على منزل الكاظمي هو تصعيد غير مسبوق في الصراع على المناصب بين الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.